Thank you very much, Professor Yeser, for this great and fantastic presentation that showed us that there is really always cross runa, this bridges between the East and the West. والآن يسرنا أن الأستاذ الدكتور يوسف زيدان بمحاضرة عن المنهج العلمي عند الأطباء العرب. شكرا. Many years ago, one of my teachers, my sheikhs, said to me, "Don't start your speech by apology, but I have to apologize for our foreigner guests because I'm going to speak in Arabic because it's about the methodology of the Arab physicians. So it's more suitable to speak about it in Arabic, especially with my Arabic attitude in general. Anyway, انعقاد هذا المؤتمر هنا مثل انعقاد أي مؤتمر طبي في هذا المكان لا بد أن يكتسب بالإضافة إلى قيمته الذاتية قيمة تاريخية مضافة. هذه القيمة نابعة من دلالة المكان. الطب الإنساني كما نعرف هو حلقات متتالية متداخلة متواصلة، ولا يمكن تصور منجز طبي واحد بعيدا عما سبقه، ولا يمكن الاعتراف بفضل طبيب ما مهما كان عبقريا إلا تأسيسا على من سبقوه. فالنتاج الطبي الذي تتعاملون به الآن هو شئنا أم أبينا نتاج حركة طويلة في التاريخ بدأت فيما نعلم وبحسب المكتوب من مصر القديمة. مصر القديمة تبقى من علمها الطبي بعض نصوص متفرقات، قطع ممزقة، وثلاث برديات: بردية إيبس، وبردية أدوان ثماس، وبردية برلين. هذه البرديات الثلاثة الأهم في تاريخ الطب المصري القديم نحن لا نعرف أين كتبت، هي حتى منسوبة إلى أوروبيين وإلى أماكن أخرى مثل العاصمة الألمانية. صحيح أن الطب كان يمارس أساسا في المعابد المصرية القديمة، لكننا لا نعرف على وجه التحديد أين كتبت هذه البرديات وأين كتبت البرديات الأخرى، لكننا نعلم أن هذه المدينة الإسكندرية وفي هذه المنطقة بالذات تم تدوين أهم أثر طبي في العالم القديم، وهو ما ينقلنا إلى الصلة بين الطب المصري القديم والطب اليوناني. الطب اليوناني يعبر عنه شخصان: أبقراط الذي يقال له أبقراط الكوسي نسبة إلى مدينة كوس أو جزيرة كوس في اليونان، التي كانت تنافس الجزيرة الأخرى كينيدوس في العمل الطبي حتى يعني على شأن كوس بظهور أبقراط بها وبتسجيله للطب. ثم الشخصية الأخرى هي جالينوس، وهو متأخر عنه زمنا بعدة قرون، ولكن كلاهما أبقراط وجالينوس كان يكتب رسائل مفككة ونصائح طبية عامة. ما يعرفه العالم الآن من تراث هذين الشخصين هو الصيغة السكندرية التي كتبت هنا والتي سيعرفها العرب بعد ذلك باسم منتخبات الإسكندرانيين. فالكتب الستة عشر
التي جمعها الإسكندرانيون من تراث جالينوس والكتب الاثنى عشر التي جمعها الإسكندرانيون من أعمال أبوقراط هي الكتب التي نعرفها الآن كمعدل رئيس عن الطب اليوناني القديم، وهي التي انتقلت بعد ذلك إلى العرب الذين نبغوا في المنهج. كان أبوقراط بالقطع طبيب عظيم، أنه كان عقلانيا. فلما ننظر مثلا في رسالته في الصرع، هو يسميه بحسب التسمية اليونانية القديمة المرض المقدس، والكتاب أو الرسالة بعنوان المرض المقدس، يبدأها بقوله ها أنا ذا أشرع في بحث المرض المسمى بالمقدس، ولست أرى فيه أي قداسة زائدة عن غيره من الأمراض. هذا المدخل هو أبوقراط. ومدخل آخر من أبوقراط هو وصفه الدقيق للحالات المرضية كلينيكيا، فيقول مثلا في كتاب الأهوية والأماكن والبلدان، يبدأ الكتاب كان بفاسيس بين نو الثريا، امرأة مصابة بانتفاخ في بطن، إلى آخر النص. هنا علم أبوقراط الإنسانية كيف يعمل الطبيب، يعمل استنادا إلى ملاحظات دقيقة وإعمال العقل. جالينوس بعد بقرون كان امتدادا للطب اليوناني في صيغته السكندرية، لكنه كان على مستوى المنهج أقرب إلى الفلسفة منه إلى العمل التطبيقي، ولذلك سوف يعتقده الأطباء العرب بعد ذلك كما سوف أوضح. ولكن مع اندثار العلم في الإسكندرية القرن الثالث الميلادي، الرابع الميلادي، الخامس الميلادي، الكوارث التي حدثت بالمدينة التي كانت بلا منازع عاصمة العالم، 391 هجم السرابيوم، 415 مقتل هيباتية، إلى آخر هذه الوقائع اضمحل معها الإسكندرية، وحيم الظلام المعرفي على العالم قرابة خمسة قرون حتى ظهر الأطباء العرب. وبالطبع لن أستطيع في نصف ساعة أو في أكثر من ذلك بأضعاف أن أتحدث عن المنهج العلمي عن كل الأطباء العرب، ولذلك أراني مضطرا إلى تلخيص هذا الأمر في شخصيات طبية محددة، ولنأخذ الأشهر من الأطباء العرب وهم ثلاثة: الرازي وابن سينا وابن النفيس. ولكن قبل الإشارة إلى منهجهم العلمي، لا بد لنا من الانتباه إلى أن هؤلاء جاءوا إلى مسرح المعرفة الإنسانية بعد قرابة خمسة قرون من الإظلام التام، فكان عليهم عبئا كبيرا لتحريك هذه العجلة المعرفية ثانية. لأننا الآن من حيث ندرس الطب نحن نتلقاه من أساتذة، ثم نلقي بهذه المعرفة إلى تلامذة، فبالتالي نحن دائما في حركة مفصلية. أما الطب العربي فقد طفر بصعوبة بالغة نظرا لاندثار التواصل المعرفي السابق عليه خلال القرون الخمسة على الأقل التي تسبق أبو بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى سنة 313 ميلادية هجرية، يعني منذ حوالي 1100 سنة وزيادة. وطبعا الرازي نسبة إلى الري، وهي في اللغة العربية يقال لها نسبة على غير قياس. القياس في النسبة لما نقول من مصر المصري، من الإسكندرية الإسكندري، إنما بعض المدن غير الشهيرة
زي مدينة الغي ينسب إليها الشخص على غير قياس ويقال الغازي تمييزا له. وأشير إلى هذه النقطة بالذات للدلالة على أن الغازي لم يأتي من مدينة عامرة أو عاصمة كبرى، أو لم يكن في بداية أمره ينشأ في قلب الخلافة الإسلامية، وإنما كان يعمل في القسم الشرقي من العالم العربي الإسلامي. أما لماذا نعتبره طبيبا عربيا إسلاميا؟ لأنه كان مسلما وكان يكتب بالعربية، ولا يحتج هنا بأنه من أصول فارسية، ففي بلاد فارس كانت هناك قبائل عربية كثيرة ذهبت واستوطنت خلال الثلاثة قرون التي مرت منذ انتشار الإسلام في آسيا إلى ظهور أبو بكر الغازي. ما الذي فعله هذا الرجل؟ الغازي ينسب إليه عمل كبير هو كتاب الحاوي، وهو كتاب ليس للغازي بالمعنى المعتاد. الحاوي هو جماع معارف الغازي، دروسه، بحوثه، وهي أقرب إلى ما سوف يسمى في الطب العربي بالكناش. ولكن الكنانيش الطبية أو كراس المحاضرات عادة ما يكون صغير الحجم، أما الحاوي فهو كناش هائل يقع في أكثر من 20 مجلدا. في هذه المجلدات 20 سنجد ملاحظات إكلينيكية دقيقة عن حالات مرضية محددة، وسنجد وصفا دقيقا لأفعال الأدوية المفردة والأدوية المركبة التي كان يسميها بالأقربازين. امتدادا للتقاليد الطبية العربية التي أخذت كثيرا من المصطلحات اليونانية دون ما أي حرج، وتم تعريب هذه المفردات بهدوء شديد جدا، وبعدها استغرق ما يقرب من 300 عام. يعني الرازي وابن سينا كان يتحدثان مثلا عن مرض البول السكري المسمى ديابيتس، يكتبونها هكذا. قبلهم بمئة عام لما كان حنين بن إسحاق يترجم والأطباء البغداديين يعملون، كانوا يقولون ديابيتس مباشرة. أما ابن النفيس في القرن السابع فسوف يقول مرض البول السكري. هنا لا أتحدث عن دقة الترجمة، ولكن عن الحركة الهادئة من دون تشنج منهم. يعني لم يعقدوا اجتماعا في وزارة الثقافة والتعليم في مصر ويتخذوا قرارا مثل ما حدث في سوريا بتعريب الطب، لا يوجد شيء كهذا في التاريخ. المهم أن الغازي لم ينشأ في مدينة كبرى، لكنه كان نابغة، مما يدل على أن هذه المدن الصغرى مثل مرو والري وأصفهان كانت أيضا مليئة بالمجالس العلمية التي مكنت الغازي من أن يتكون تكوينا معرفيا يسهم في تقديمه كناشا كبيرا أو موسوعة كبيرة مثل الحاوي في الصناعة الطبية، ثم العديد من البحوث المشهورة مثل رسالته في الفرق بين الجدر والحصبة، حيث فرق بين الأعراض في المرضين، ومثل كتابه الذي نشرناه هنا في مركز المخطوطات رسالة في النقرس التي ميز فيها بدقة بين أسئلة جوهرية بخصوص هذا المرض. حتى حين نستعرض كشاف موضوعات أو ما يسمى فهرس موضوعات الكتاب سنجد التناول دقيق جدا منهجيا. ما هو النقرس؟ لماذا لا ينقرس الصبيان؟ لماذا ينقرس الرجال أكثر من النساء؟
ما صلة النقرس ببقية الأمراض؟ وعن طريق هذا البحث التفصيلي يصل الراضي إلى نتائج في مجال تشخيص النقرس وعلاجاته كانت تعد مبهرة قياسا على ما سبقه. وقلنا أن ما سبقه كان قد مر عليه 5 قرون من الإظلام. بعد الرازي بحوالي 100 عام تعطي الحضارة العربية الإسلامية للتاريخ الإنساني والتاريخ العلمي خصوصا والتاريخ الطبي على وجه أخص عبقرية لا تتكرر كثيرا تتمثل في أبي علي الحسين ابن سينا المتوفى سنة 428 هجرية، يعني من 1002 بالضبط. ما الذي فعله ابن سينا؟ أعاد بناء المعرفة الطبية في نسق. الآن حين ندخل كلية الطب سنجد أقسام في أي مكان في العالم، وهذه الأقسام لها منطق معين. هذه أمراض باطنة، ومنها مثلا تخصص الكبد. طيب هذا التقسيم لم يكن قبل ابن سينا موجودا، بمعنى انه كان الاطباء يؤلفون بحوثا مفردة في موضوعات مستقلة. لم يأتي قبل ابن سينا شخص لينظم المعارف الطبية الى اقسام وينظم الابواب الاساسية للطب بحسب تقسيم البدن الانساني. وأظن أن هذا هو المعمول به حتى الآن. اختلفت التسميات قليلا، ولكن يظل تقسيم التخصصات الطبية وفقا لأعضاء الأبدان الإنسانية هو عمل ابن سينا في كتابه الأشهر طبعا القانون في الطب. ولكي ننتبه إلى منهج ابن سينا في التفكير لابد أن نلاحظ أن كتابه في الطب جاء بعنوان القانون، بينما جاء كتابه في الفلسفة بعنوان الشفاء، وهي إشارة ضمنية إلى هذا التكامل بين الجانبين في الإنسان فيما وهو ما سيتطور طبعا يعني الآن فيما يعرف بالأمراض السايكوسوماتية. ولكن عند ابن سينا إشارة ضمنية إلى أن ما يتعلق بالنفس هو شفاء، وما يتعلق بالطب هو قانون. قانون يعني منطق، يعني منهج، يعني أن نرى في قانون ابن سينا في كتاب الأمراض النفسية في باب الجنون السوداوي مثلا يقول زعم البعض أن هذا المرض المسمى بالجنون السوداوي والمالنخوليا إنما يقع عن الجن، ونحن من حيث نتعلم الطب لا يعنينا إن كان ذلك عن جن أو غير جن، بل نبحث في سببه القريب. السبب القريب هذا هو المنهج الأهم أو الإشارة المنهجية الأهم التي يقدمها لنا ابن سينا على صعيد النظر والبحث الطبي. أن ننظر في السبب المؤثر في الظاهرة. سيقول البعض اليوم وماذا في ذلك، يعني ما هي العبقرية هنا؟ العبقرية هنا أن ذلك كان يقال لأول مرة في تاريخ الإنسانية. طبعا هو كان يستلهم أبو قراط
من في كتابي عن المولد المقدس، ولكن كان يواصل بعد 1000 سنة أو 1000 سنة تقريبا من أبو قراب. يعني لم يتلقى ابن سينا الطب عن جالينوس مباشرة، لم يكن تلميذا له، تفصل بينهما قرون طويلة، وهو لم يعرف أبو قراب لأنه كان في نفس المدينة، وإنما عرفه بعد جهد بحثي جهيد وتفكير عقلاني قاده إلى هذا المنهج الذي نراه مبثوثا في كل ما كتبه ابن سينا. وكل ما كتبه ابن سينا هو في الطب تحديدا هو القانون ورسائل طبية كثيرة عن الأدوية القلبية، وبعضها شعرا طبعا له قصيدتان مشهورتان باسم الأرجوزة الطبية، بيتحدث فيها للمتعلمين، فيضع الطب في شكل منظوم ليسهل حفظه واسترجاعه بعد ذلك، وكان هذا التقليد المنهجي معمولا به في الزمن العربي والإسلامي عموما. فنجد مثلا يقول راجي عفو ربه ابن سينا ولم يزل بالله مستعينا، يا سائلي عن صحة الأجساد اسمع صحيح الطب بالإسناد، إلى آخر النص. تعطي الحضارة العربية هذا العطاء التطوري في مجال الطب، ويمر العالم الإسلامي بصدمة كبرى هي خروج المغول وتدمير بغداد عاصمة الدنيا سنة 656 هجرية، ويقع العلماء العرب في مأزق هو ضرورة إعادة تدوين التراث العربي. وفي مجال الطب تحديدا يقع هذا العبء على أبو على علاء الدين علي ابن أبي الحرم أو الحزم القرشي، ويقال القرشي خطأ، المسمى ابن النفيس. ابن النفيس طبيب ولد بقرب دمشق في قرية اسمها القرش، وجاء إلى مصر وهو شاب، وتعلم بدايات الطب هناك في الشام في دمشق، ثم مارسه في القاهرة، وصار مع الوقت رئيس أطباء مصر. ورئيس أطباء مصر يعني وزير الصحة بمصطلحات اليوم. ما الذي فعله ابن النفيس على مستوى المنهج؟ أول ما فعله هو أنه تخلص وهو طبيب من عباءة الدين. كان ابن النفيس فقيها شافعيا معروفا، وله من ضمن ما له كتابات في الفقه واللغة والتاريخ، لكنه حين يكتب في الطب مثلا كتاب الشامل وهو أحد أعماله، وكان من المفترض أن يقع في 300 مجلد، بيض منها 80، ومات وهو في سن 80، وتشتتت هذه الأجزاء حتى جمعتها قبل 20 سنة وأخرجتها محققة في 30 جزءا. في هذه الأجزاء 30 يتحدث ابن النفيس عن أثر المفردات في الأجسام، فيعقد مثلا بابا عن الخمر وهو المسلم الشافعي الذي شرح كتاب التنبيه في فقه الشافعية للشيرازي، فيقول الخمر لها فوائد ولها مضار، وفوائدها كذا وكذا ومضارها كذا وكذا. وقبل أن ينهي الفصل يقول ما نصه: وقد ينبغي
أن يكون السكر في الشهر ولو مرتين، خاصة لأصحاب الفكر الكثير والمشتغلين بالعلوم، فإن هؤلاء تكل قوى أدمغتهم فيكون السكر نافعا لهم بإخماده حركاتها. ويعقد بابا عن لحم الخنزير، وهو الفقيه الشافعي الذي شرح التنبيه في فقه الشافعية للشيرازي، وكان يتولى التدريس تدريس الفقه الشافعي في المدرسة المسرورية بالقاهرة، ووزير الصحة، فيكتب بعد تحليلات كثيرة: وأنسب اللحوم لغذاء الإنسان هو لحم الخنزير. لم يكن ابن النفيس بذلك يضع حدود المنهج فقط، لكنه وضعه أيضا مبثوثا في كتب كثيرة وفي صياغات كثيرة، منها مثلا: ينبغي ألا تعود الطبيعة الكسل بأن تعالج كل انحراف عن حال الصحة، وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا تعدل إلى الأدوية، وإنا لا نؤثر على الدواء المفرد دواء مركبا، لكننا قد نضطر إلى التركيب. وأقول أيضا على صعيد المنهج، يعني إحدى أجمل عباراته عندي، وتحتاج طبعا إلى تلقي هادئ، حين يقول مفصحا عن البريق المنهجي الذي تميز به، فيقول: وربما أوجب استقصاؤنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارف، فمن قرع سمعه خلاف ما عهده فلا يبادرنا بالإنكار، فذلك طيش، فرب شنع حق ومألوف محمود كاذب، والحق حق في نفسه لا لقول الناس له. ونذكر دوما قولهم: إذا تساوت الأذهان والهمم فمتأخر كل صناعة خير من متقدمها. سأقف فقط عند العبارة الأخيرة: متأخر كل صناعة، يعني من يأتي لاحقا، من يأتي بعد، خير من متقدمها. متى؟ إذا تساوت الأذهان والهمم، فلا قداسة عنده خير من متقدمها. متى؟ إذا تساوت الأذهان والهمم، فلا قداسة عنده لأبقراط، مع أنه كان يعني شديد التوقير له، ولا قداسة عنده لجالينوس الذي انتقده في تركيب عظام الفك وفي حركة الدم بين الكبد والمعدة، وفي إطار كشفه عن الدورة الدموية التي اكتفينا بأن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية وخلاص، وهو أعظم من هذا بكثير. المهم أن جرأة ابن النفيس على نقد السابقين هي التي أدت إلى هذه الاكتشافات، وقوله أن متأخر كل صناعة في حال التساوي الأذهان والهمة خير من متقدمها، إشارة إلى التطورية المعرفية. فأنت الآن تتلقى من أستاذ كبير في تخصص الكبد أو في غيره من التخصصات، ثم تجتهد مثلما اجتهد هذا الأستاذ، فتصير بالضرورة أفضل منه، لأن علمه السابق وخبرته السابقة انضافت إليك، ومعها ما سوف تقوم به أنت. وهذا عكس الفكر الذي يسود الآن. ابن النفيس، وقد انتهى الوقت،
لم يكتب مثل ما كتب ديكارت مقالة في المنهج، لكنه وضع منهجه العلمي مبثوثا بين طيار كتبه التي ينبغي أن ينظر فيها الأطباء على الأقل كي يعرفوا ما الذي فعله أجدادهم وكيف أثر هؤلاء الأجداد في العلم الإنساني، لأن ابن النفيس وابن سينا والرازي تمت ترجمة أعمالهم في أوروبا، في إسبانيا وفي إيطاليا، المدن الإيطالية، وكان لهم أثر كبير في تطور المعرفة الطبية الحديثة التي قمتم أنتم بدراستها في الجامعات المعاصرة وتطبقونها بأيديكم وبمعرفتكم وبالخبرة التي انتقلت إليكم ابتداء من برديات مصر القديمة إلى المدرسين الذين درسوا لكم الطب مرورا بهؤلاء الأطباء العرب. وشكرا. لا يسعنا إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور يوسف زيدان، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة الذي نقلت إلينا فترة مضيئة من التاريخ الإنساني وتاريخ الحضارة والعلم في الفترة الإسلامية التي كانت بمثابة الطريق لنقل العلم بين الإغريق وبين أوروبا الحديثة. ورغم مشاغله احنا بنشكره شكرا جزيلا على انه اعطانا هذه الفرصه لسماع هذه المحاضره، وان شاء الله حضرتك تكون معنا في مؤتمرات قادمه باذن الله. شكرا. Now it's my pleasure to introduce the next speaker, Professor Sanaki.